كنتواجدوا بالدار البيضاء بخشبات ميغاراما وكنحتفلوا بالموروث الموسيقي المغربي بعده اشكال، دونك منهم الموسيقى الاندلسيه، موسيقى الاله، الملحون، الغناتي، الشقوري، الفن السمع كذلك، الاغنيه اليهوديه المغربيه واغنيه الشمال، واحد تكريم خاص المرحوم عبد الصادق شقارة. وكنستضيفوا اليوم في هذه الخشبه مجموعه من الفنانين اللي جاونا من مدن مختلفه، منهم فاس، مكناس، رباط، سلا، تازا، طنجه، تطوان، الصويره، مراكش، شفشاون. كلهم كيرافقوا الجوق العتيد ديال الموسيقى الاندلسيه سيدي محمد بريول، وكيرافقوهم فنانين المغنيين ديالنا عابر العابد بنت مدينة طنجة، وأفي دي ليفانتي اللي يهودي مغربي من أصول صويرية، وكذلك الأستاذ الكبير الفنان سيدي أحمد مربوح. إذا بالنسبة لنا احنا كجمعية عندنا مهم بزاف أننا في أي تظاهرة فنية كتكون هاد الشمولية كيف ما كتحملها الاسم ديال الجمعية مغربية، دونك موسيقى مغربيه تكون بالجميع الانماط ديالها، وبيان سور كتجمع المناطق والجهات والعروق والديانات كاملين اللي كتشمل المغرب ديالنا. هذه سهره كبيره كتنظمها الجمعيه المغربيه للموسيقى الاندلسيه احتفاء واحتفالا بهذا الموروث الاندلسي الذي يميز الشخصيه المغربيه ويميز التاريخ المجيد للمغرب العظيم. ميزه خاصه كذلك في الجمعيه المغربيه للموسيقى الاندلسيه انه كاين تلاقح بين الحضارات، وتلاقح بين الاديان، فكاين ناس اللي كيشرفوا الجمعيه المغربيه للموسيقى الاندلسيه، ناس مغاربه يهود كيشرفونا وتيدعمونا بالحضور ديالهم، فلهذا حنا جد مسرورين بهذا الحدث، بهذا المهرجان الكبير اللي نتمنى انه ينال الاعجاب ديال الحضور.